الواشنطن بوست الأمريكية قالت إن شيخا يمنيا فائق الثراء التقى بمسؤول أمريكي رفيع المستوى في السفارة الأمريكية في صنعاء عام 2009، وكشف عن خطة سرية لخلع الرئيس صالح من منصبه. وتنقل الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أمريكي قوله إن حميد الأحمر، وهو زعيم معارض ورجل أعمال بارز، تعهد بإطلاق شرارة الثورة منذ عامين إذا لم يضمن صالح إجراء انتخابات برلمانية عادلة ونزيهة عام 2011. وتقضي خطة الأحمر بتنظيم مظاهرات منظمة وإقناع العميد اليمني علي محسن الأحمر بالتخلي عن الرئيس صالح والانضمام للمعارضة، وهذا ما حصل فعلا الشهر الماضي. بعد 4 أشهر من هذا اللقاء، صرح أحد أقرباء الرئيس صالح وعضو في حزبه لمسؤول أمريكي أنه يتعاون مع الشيخ حميد الأحمر لتنظيم مظاهرات حاشدة، ملمحا إلى أن لديه وسائل أخرى إذا لم تؤتي المظاهرات ثمارها.